هلا بالخميس دكتورة زينب العزاوي. هلا هلا سارة حبيبتي. دكتورة، من وجهة نظرك وخبرتك في الحياة، ايه سمات المرأة القوية والمعتمدة على نفسها؟ المرأة القوية جدا مهمة هاي الصفة، لأن تكون مؤثرة بالمجتمع والمجتمع يستفاد من عندها وما تكون عالة عليه. دائما ننصح أن تكون المرأة قوية. كيف تكون قوية؟ أول شيء لازم تحب نفسها، تحب ذاتها، تقدر نفسها، تعطي قيمة إلها. فمن تحب نفسها الآخرين راح يشوفون هذا الحب، راح يقدروها ويحبوها، راح تميز كيف تحب الآخرين هي أيضا. تتصف بالتواضع، الناس كلها تحب الإنسان المتواضع. تطوير الذات، تشتغل على نفسها، تحاول ما تعتمد على الآخرين، إنه ما تنتظر الدعم من الآخرين، هي تشتغل على نفسها، تحاول تحل مشاكلها بنفسها، لها قدرة أو ثقة بالنفس إنه تواجه المصاعب، تعتني بصحتها، هو هذا أهم شيء حتى تكون عندها قدرة إنه تواجه الحياة، يكون تفكيرها إيجابي، ما تحاول تقارن نفسها بالأخريات. ممكن أنا أحط لي هدف معين وأنافس عليه، المنافسة تكون شريفة مو مؤذية. بعد شو أشياء كثيرة إنه إحنا نكون بها إيجابيين بالحياة وتخلينا ناجحين بالحياة. أحاول إيش قد ما أكون يكون طموحي عالي، سقف توقعاتي عالي، أكون مستقلة ماديا ومعنويا، ما أكون مشتتة، ما أخلي المشاعر دائما هي اللي تتحكم فيها، دائما يكون العقل هو سيد المواقف. تحياتي وهلا بالخميس. هلا بالخميس، وحضرتك ست العقلين يا دكتورة حبيبتي زينب. حبيبتي شكرا. أجازة سعيدة عليكي وعلى جميع المتابعين. على الجميع إن شاء الله.